السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شلونكم أصدقائي؟ إن شاء الله تكونوا بخير. شباب، بهذا الفيديو بدنا نحكي عن الحبوب يلي بتاكلها طيور الكوكتيل وعن الخلطة يلي أنا بقدم لهم إياها، فخليكم معنا للأخير. أول شيء الحبوب اللي بقدمها، هذا أول نوع مثل ما كن شايفين. هلا إذا وضحت الصورة، ناس بتقول له شعير، ناس بتقول له حنطة. هذا أول نوع أنا بقدمه لطيور الكوكتيل. النوع الثاني هي حبوب طيور العواشق. حبوب طيور العواشق هي مثل ما كن شايفينها، هي الشيء الأكثر يلي مقدم لهم إياه لطيور الكروان، وكثير بحبوها وكثير أيضا بياكلوا منها. منجي للشيء الثالث، هي حبوب الكناري، هو دخن الكناري. طبعا أنا هذا الدخن هو عبارة عن خلطة أنا كنت جايبها لطيور الكناري، ولكن أيضا طيور الكوكتيل بتاكل منها، وأيضا طيور الكوكتيل بياكلوا بذر دوار الشمس. طبعا كل الببغاوات بتاكل بذر دوار الشمس وكتير بحبوه، وايضا انا بحط لهم اياه لطيور الكوكتيل. اخر شي شباب بقدم انا لطيور الكوكتيل الدخن الاحمر. طبعا هاد انا ما بحطه بالخلطة، وبعطيهم اياه على شكل سنابل، وبعطيهم اياه وقت التدريب او وقت الترويض كهدية او مكافأة لطيور الكوكتيل. هلا شباب بدنا نحكي عن الخلطة يلي انا بعملها والعيارات يلي انا بحطها لهي الخلطة، يعني ايش بحط الخلطة وكم مأكلية مثلا وشلون بسويها. اول شي شباب انا بدي ابدأ ببذور دوار الشمس. مثل ما حكيت انه هاي البذور كتير كتير الطيور بتحبها ومفيدة جدا لطيور الكوكتيل وللببغاء بشكل عام. شباب مثل ما حكينا مأكلية واحدة، انا بحط من بذور دوار الشمس بالخلطة مأكلية واحدة بذور دوار الشمس. الشيء الثاني هو هاي الحبوب، الناس بتقول لها شعير او حنطة، كمان مأكلية واحدة انا بحط. وايضا شباب هاي البذور الطيور كتير بتحبها، وايضا هاي البذور مفيدة كتير للطيور وبتقوي الطيور. شباب مأكلية واحدة بذور دوار الشمس ومأكلية واحدة من هاي الحبوب اللي انتو شايفينها، ناس بتقول لها شعير، ناس بتقول لها حنطة، مثل ما لكم شايفينها. هاي اول نوعين بالخلطة. هلا منروح على النوع الثالث. الشيء الثالث شباب هو دخن الكناري. دخن الكناري مثل ما لكم شايفين انا اساسا جايبه خلطة، يعني مو دخن صادق، فيه كذا نوع من البذور، ايضا طيور الكوكتيل بتاكل منه. وشباب كمان بدي احط من بذور من دخن الكناري مأكلية واحدة، مأكلية عباد الشمس، مأكلية حنطة، مأكلية واحدة دخن الكناري. هلا بقى منروح على المكون الاخير واللي هو بذور العواشق. البذور اللي بنحطها نحن لطيور العواشق كتير بحبوها طيور الكوكتيل، وهي اساسا الغذاء الرئيسي لهم. لهيك انا من هاي البذور بحط بدل المأكلية الوحدة بحط اربع مأكليات، يعني هي راح تكون المكون الاساسي والاكثر بهي الخلطة. مثل ما كنت شايف انا حطيت اول مأكلية ولسه بدي احط من عداها اربع مأكليات من بذور العواشق. يعني بصراحة شباب بذور العواشق هي اهم شيء، وبصراحة ايضا اذا ما كان عندك اي نوع من الشغلات اللي حطيناهن بذور هدول العواشق بتكفي تكون اكل رئيسي لطيور الكوكتيل، ولكن مع الخلطة بيكون افضل. مثل ما حكينا عباد الشمس مأكلية واحدة، الحنطة مأكلية واحدة، بذور الدخن مأكلية واحدة، حبوب العواشق انا حطيت اربع مأكليات فيها لحتى تكون هي النسبة الأكبر. طبعا هي الشيء الرئيسي اللي بياكلوه، لهيك نحن بدنا نكتره. شباب لو مكونات الخلطة تكون خلصت، افضل علينا بس الخلطة. وللتذكير انا سنابل الدخن الاحمر ما بحط منها بالخلطة، لانه دائما بتصفي بالعقب لانه كتير ناعمة، وبعطيهم اياها للطيور ياكلوه على شكل سنابل وقت الترويض. يعني لما بروض الطير بعطيه السنابل كمكافأة، وكتير ايضا بحبوا سنابل حنطة. فشباب هلا بنخلط الخلطة وارجيكم شلون بده يصير قوامه. هلا بنخلط الخلطة مثل ما لكم شايفين، ربطنا كيس
نربطه ربطه كويسه ونخلي فيه شويه هواء وبنخضه لحتى كل الحبوب مع بعضها تختلط، والخلطه ما يكون فيها مثلا من تحت حبوب الناعمه من فوق البزر كذا، لا بنخلطه بشكل كويس وبشكل ممتاز لحتى تكون الحبوب يعني موزعه فيه، بحيث انه اذا حطينا ماكليه ما تكون كلياتها بزر او كلياتها حنطه او كلياتها دخل عصافير كناري، لا تكون مخلوطه من كل الانواع. يعني شباب ان شاء الله تعالى هاي الخلطه كثير بتفيد الطيور، وخصوصا بالشتاء يعني كثير كثير مفيده للطيور. شوفوا شباب شلون طلع معنا قوام هاي الخلطه. هاي الخلطه طلعت معنا هيك، بزر حنطه دخل كناري، ولكن النسبه الاكبر هي حبوب العواشق. شباب ان شاء الله تعالى هاي الخلطه كثير مفيده وكثير بدها تحب طيوركم. فلهون بكون خلص الفيديو، واذا عجبكم بتمنى منكم ما تنسوا تشتركوا بالقناه وتفعلوا زر الجرس حتى يوصلكم كل شيء جديد، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.